بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم على قناتكم أتهيأ للجهوي للغة الفرنسية. موضوع ديال اليوم كيخص الناس اللي عندهم رغبة في التسجيل بالمدارس ديال المدارس الوطنية للتجارة والتسيير برسم السنة الجامعية 2020-2021. خلال هذا الفيديو غنناقشوا عدة معطيات اللي جات في المذكرة المنظمة لهذا التسجيل هذا، واللي كتبين بزاف ديال الحويجات خصني نكون عارفهم قبل ما ندفع لو ان سي جي بيان سور. دونك الا كنتي مهتم خليك معنا حتى الاخر. اول حاجه غنهضروا عليها في هذا الفيديو هادي واللي كتهمنا بزاف هي شروط الترشيح، تكون هما الناس اللي عندهم الحق انهم يدفعوا لو ان سي جي. شروط الترشيح عندي: ولو السنه الاولى لدبلوم المدارس الوطنيه للتجاره والتسيير، يعني السنه الاولى كنهضروا على الناس اللي عندهم بكالوريا وغيدخلوا مباشره لا بروميير اني ديال لو ان سي جي، حيت كاينين جوج ديال الانواع ديال لاكسي، كاينين الناس اللي كيدخلوا ثوازيام اني ديريكتومون وكاينين الناس اللي كيدفعوا بالباك وكيدخلوا بروميير اني. حنا غنهضروا هاد النهار ونخصوا هاد لا فيديو هادي للناس اللي غادي يدفعوا بالبكالوريا، بحكم اننا دونك مقبلين على نتائج البكالوريا وبزاف ديال الناس باغين يمشيو لو ان سي جي. دونك يتم القبول لولو السنه الاولى للمدارس الوطنيه للتجاره والتسيير لحاملي بكالوريا التعليم الثانوي التاهيلي في احدى التخصصات المؤهله لولوج هذه المدارس، يعني حنا غنشوفوا شنو هي التخصصات. الشرط اللي كيهمني دونك عندنا: يشترط ان يكون مسجلا، التلميذ اللي غيدفع خصو يكون مسجل بالسنه النهائيه من سلك البكالوريا 2019-2020، يعني دونك عنده هذا العام بكالوريا دوز الباك وخصو ينجح بيان سور في الباك، او حاصلا على شهاده البكالوريا او ما يعادلها، يا يعني اما يكون عندك الباك ولا ليكيفالونس ديال الباك الا كنتي عندك شي ديبلوم من دوله اخرى او اوتر اللي هو ايكيفالون للبكالوريا ماروكان، دونك برسم السنه الدراسيه 2018-2019، يعني لو كونكور ولا بلوتو دونك التسجيل ولا الترشح للمدارس تفتح هذا العام للناس ديال الباك ديال 2020 والناس ديال الباك ديال 2019 ديال السنه الماضيه. شنو هي الشعب اللي نقدر ندفع بها لو ان سي جي؟ خصني اما نكون شعبات العلوم الاقتصاديه دونك بمسلكيها، يا اما مسلك العلوم الاقتصاديه ولا التدبير المحاسباتي، يعني خصني نكون سيونس ايكو، يا اما نكون سيونس مات، سيونس مات ا ولا سيونس مات بي، يا اما نكون علوم تجريبيه دونك الناس كاملين ديال الفيزيك وديال الاس في تي والعلوم الزراعيه عندهم الحق، او البكالوريا المهنيه مسلك التجاره مسلك المحاسبه ومسلك اللوجيستيك. يعني هاد الشعاب هادو بربعه كيمكنوني انني ندفع بيان سور لو ان سي جي كيما قلت. دونك يا اما سيونس ايكو، يا اما سيونس مات، يا اما سيونس اكسبيريمونتال، او بيان كاريمون دونك بكالوريا مهنيه. بلطو هادو هما الشعاب اللي كتمكنني انني ندفع لو ان سي جي. دونك هذا من جهه. ثاني حاجه خصني نعرف قبل ما ندفع باش ندخل هاد العام عارفين بان الدفوع ما بقاش كيتم عن طريق لافوا بوستال ولا كيتم عن طريق مباشره دونك التسجيل في منصه التوجيهي. بالمناسبه الا بغيتي تعرف كيفاش تسجل في منصه التوجيهي ولا الا عندك مشكل عنده علاقه بالحساب ولا المود باس تقدر تلقى لا فيديو ديالي فلاشين، دونك هي غتافيشا لو ليان ديال لا فيديو الفوق، ممكن تضغطوا عليه ويديكم مباشره باش تشوفوا الطريقه الصحيحه كيفاش انكم تسجلوا في منصه التوجيهي. دونك ثاني معلومه كتفيد كتهمنا في هاد المذكره هذه هي عدد المقاعد، يعني كل ايكول شحال طالبه ديال الناس. داكوغ، دونك علاش كتهمني هاد المعلومه هذه؟ غادي تنفعني في الترتيب ديال المدارس في لي شوا ديالي ملي نبغي ندفع بيان سور في منصه التوجيهي. الوغ عندي هنايا المدارس كامله ديال المغرب ديال لو ان سي جي ولا الفروع ديال لو ان سي جي في المغرب كامل، وغنشوفوا عدد المقاعد المفتوحه برسم السنه الدراسيه الاولى الناس اللي غادي يدخلوا بروميير اني. الوغ عندنا لو ان سي جي اكادير طلبه 500 واحد، لو ان سي جي ديال طنجه طلبه 500 واحد، ستات والدار البيضاء طالبين 15 15، يعني عندي اكادير طنجه ستات وكازا هاد ربعه ديال المدن هادو فيهم 500 بلاصه ديسپونيبل، يعني لي شونس باش انني ندخل لو ان سي جي وحده من هادو غتكون اكثر الى دفعت لهم بيان سور. علاش؟ لان الناس اللي طالبين بيان سور طالبين بزاف بارابور او زوتر او ان سي جي، هذا غيقدر يكون سيف ذو حدين، يقدر يكون هاد القضيه ديال ان هادو طالبين بزاف غتخلي بزاف ديال الناس يدفعوا لهم ويبقاو الاخرين خاوين. يعني خصني نفكر مزيان وندير واحد ليكيليبغ ما بين البلاصه فين انا ساكن والبلاصه اللي غنمشي نقرا فيها، واش غنبعد بزاف على الدار، واش غنضرب تماره في الترونسبور، و اوسي نشوف دونك كيما قلت البلايص واش كاينين بلايص بزاف ولا لا على حسب لو نيفو ديالي، واش انا عندي اون تري بون نوت مزيانه بزاف في البكالوريا ولا لا اللي غتمكنني نكون بارمي لي بروميي
هادو كلهم دي بارامتر اللي خصني ناخذهم في الحسبان قبل ما ندفع. ولكن نونبيش اننا خصنا نعرفوا كل ايكول شحال طالبه. دونك موراها كتجي عندي قنيطره باردون كتجي عندي ايكول ديال قنيطره طالبه 370، موراها مراكش طالبه 320، موراها لو ان سي جي فاس طالبه 290، موراها وجده 270، جديده 250، الداخله 190، بني ملال 160، ام كناس 90 بلاصه ديسپونيبل. دونك هكا غتكونوا طالعتوا على لا كومباريزون، ولا بغينا نقولوا واحد المقارنه بسيطه مع مختلف لي فروع لو ان سي جي اللي كاينين في المغرب. وانتم كما قلت غادي تفكروا مع راسكم على حسب بزاف ديال لي بارامتر فين هو لو شوا لو بلو كونفينابل، دونك شنو هو الاختيار الانسب بالنسبه ليك باش انك تدفع لو ان سي جي اللي بغيتي. اعزائي التلاميذ، النقطه الثالثه اللي بغيت نتطرق لها في هذا الفيديو هذه هي طريقه احتساب المعدل لانتقاء المترشحين. يعني شنو هي الطريقه اللي لو ان سي جي كتحسب بها لا نوت باش كتكلاسي لي كونديدا، باش كتكلاسي الناس اللي مرشحين لها وتختار دونك الناس اللي غادي يدخلوا يقراو فيها. دونك طريقه احتساب المعدل حسب دائما المذكره الوزاريه، دونك كتاخذ لو ان سي جي 75% معدل البكالوريا الوطنيه، داكوغ. دونك كنهضروا على لا نوت ديال لو باكالوريا، فاش كنهضروا على نوت ديال البكالوريا كتحتل 75%، يعني النقطه اللي غادي نجيب في الامتحان الوطني الموحد، الامتحان الوطني الموحد، يعني المواد اللي دوز فيها البكالوريا، داك المعدل النقطه ديال البكالوريا ماشي المراقبه مستمره، كناكد على الامتحان الوطني. دونك علاش؟ باش كيكونوا تكافؤ الفرص بيان سور، لان الامتحان الوطني كيكون دونك موحد وطنيا على مستوى جميع، على مستوى التراب المغربي، هكا غيكون شويه ديال تكافؤ الفرص. هادشي علاش عطيناه 75% حصه الاسد. دونك معدل البكالوريا الوطنيه كتاخذ 75%، كنزيدوا عليها 25% ديال معدل البكالوريا الجهوي، يعني النقطه اللي جبتي في الجهوي في الامتحان الجهوي، يعني 75% ديال النقطه ديال الوطني زائد 25% ديال النقطه ديال الجهوي. هادشي كامل كنضربوه في واحد معامل ترجيح. شنو هو معامل ترجيح؟ هاد معامل ترجيح هو واحد لو كويفيسيون، واحد المعامل اللي كيرجح شعبه على شعبه، هما عندهم الغرض بشعب معينه باش يعطيو الافضليه لهاد الشعب هادي. كاين هاد معامل ترجيح، شنو هما ولا كيف كل شعبه كيفاش كتاخذ معامل ترجيح ديالها. بالنسبه للناس شعبات العلوم الاقتصاديه والتدبير، يعني الناس اللي كانوا سيونس ايكو، غيكونوا هما الاوفر حظا، لان معامل ترجيح ديالهم 1.25، يعني هاد المعدلين هادو بجوج ملي غنزيدو واحد على واحد على واحد غادي نضربوهم في 1.25. مثلا الا كان عندي واحد دافع سيونس مات وواحد دافع سيونس ايكو بجوج بهم عندهم 16 16، غادي يدوز الاول غيتكلاسا الاول مول سيونس ايكو على مول سيونس مات. علاش؟ لان مول سيونس ايكو عنده لو كويفيسيون ولا معامل ترجيح عنده اكثر من المعامل ديال الترجيح ديال مول سيونس مات، لان المدرسه عندها الغرض انها تاخذ الناس اللي كانوا سيونس ايكو اكثر من الناس اللي كانوا شعاب وحده اخرى. دونك المرتبه الثانيه كتحتلها شعبات العلوم الرياضيه، شعبات العلوم الرياضيه دونك عندها معامل ترجيح ديالها 1.15. موراها في الاهميه عندنا شعبات العلوم التجريبيه، عندها لو كويفيسيون ديالها 1، هي وسلك البكالوريا المهنيه، يعني لي شونس ديالي غيتزادوا انني ندخل لو ان سي جي الا كنت سيونس ايكو، موراها بكيفيه اقل الا كنت علوم رياضيه، موراها اقل الا كنت شعبات علوم تجريبيه او سلك البكالوريا المهنيه. وهذه هي طريقه احتساب المعدل وترتيب ترشيحات حسب الاستحقاق وحسب الشعبه. اعزائي التلاميذ، نتمنى ان هذا الفيديو هذا يفيدكم، خذوه بعين الاعتبار، فكروا قبل ما انكم تكلاسيو لي شوا ديالكم في لي زيكول. نتمنى انني نكون عطيتكم فكره على طريقه احتساب المعدل، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في ولوج المدارس العليا اللي كتحلموا بها كما بغات تكون. بالنسبه لي ميرسي دافوار سويفي سيت فيديو، ا لا بروشين، السلام عليكم.